السلام عليكم. الدرس العاشر والأخير من دورة البايثون. في هذا الدرس حنتناول موضوع الوراثة الانهيرتنس. أول شيء، شو تعريف الوراثة؟ هو نبني صف جديد بيحمل صفات وخصائص صف آخر، كما يمكنه الوصول إلى توابع هذا الصف. يعني نحن بننشئ صف النور، بيكون عبارة بنحط علامة الوراثة من صف موجود معنا قبل. بهي العملية بنقدر نوصل لكل توابع الصف الماضي، وكمان بيصيروا توابع تبعات الصف اللي ورثنا منه هن نفسهم توابع الصف اللي ورث. يعني أول شي عندنا الصف اللي بنورث منه بنسميه صف الأب، والصف اللي بيورث هو بيكون اسمه صف الابن. يعني عندي أنا صف الابن فينه يعمل اكسس لكل توابع الصف الاب، وكمان غير انه يعمل اكسس بيكونوا هن له بالاصل. يعني اذا انا يعني الغرض اللي من الصف الابن بيقدر يوصل للتوابع اللي هي من الصف الاب. كمان فينا نساوي شغلة اضافية، هي اعادة تعريف تابع من الصف الاب بيساوي نفس الوظيفة، بس منغير فيه شوي لحتى يتماشى مع صف الابن. يعني حتى صف، يعني بجوز انا اساوي غير وظ يعني نفس الوظيفة هو بيساويها، بس في شغلات لازم اعدلها بصف الابن لحتى يقدر يستدعي هذا التابع. هنشوف هلا امثلة. اول شي في عندي مثال لبرنامج بيعمل حسابات بنكية. هذا الكلاس بيساوي اللي بينشئ الحسابات وبيساوي عمليات سحب وإيداع. نبلش أول شي كلاس بنك أكاونت، عندي تابع الانيشاليز مثل ما حكينا الدرس الماضي، بنبعت له الوسيط اللي هو سيلف، وسيلف دوت بالانس يساوي الصفر. فخليت أنا بقلب الغرض اللي هو البنك أكاونت، غرض من البنك أكاونت، في عندي متغير بالانس. هذا المتغير هو الرصيد تبع الحساب. فأول ما أنشئ أنا رصيد بالبنك حيكون الحساب فيه صفر. هلا في عندي تابع الويذدرو، شو هو تابع السحب، سحب المصاري. فشو لازم ابعت له؟ لازم ابعت له الغرض اللي هو الحساب اللي بدي اسحب منه وكمية اللي بدي اسحبها. بقلب هذا التابع عندي اف اماونت، الكمية اللي بدي اسحبها اكبر من السيلف دوت بالانس. اذا واحد بده يسحب مصاري المبلغ هو اكبر من رصيده، فحيطبع له رسالة انه ما في عندك رصيد كافي لاتمام العملية. والا يعني اذا كان في عندي في مجال يسحب، فخلي لي السيلف دوت بالانس ناقص يساوي الاماونت، فهيك نقصت الكميه اللي بدي اسحبها، كميه المصاري اللي بدي اسحبها من البالانس من الرصيد تبعي. هلا تابع الديبوزيت اللي هو تابع الايداع، فما في عندي اي شرط، فيني اودع، ببعت لي الغرض وببعت لي قيمه الايداع اللي بدي اودعها. هلا سيلف دوت بالانس زائد يساوي الاماونت، هيك ضاف الكميه، ضاف المبلغ لرصيده. عرف التابع طباعة، هو عبارة عن return balance يساوي والسيلف دوت بالانس، يعني بيطبع لي كلمة بالانس يساوي بيطبع لي البالانس تبع الحساب تبعي. هلا لحد الآن ما في أي شيء جديد، ما في عندي أي عملية وراثة. هلا بقال أنا بدي أورث تابع، يعني بدي أساوي كلاس جديد عفوا ابن للتابع للكلاس الماضي اللي هو البنك أكاونت. شو وظيفته؟ وظيفته انه خلي حسابات محدودة، انشئ منه حسابات محدودة. شو يعني حساب محدود؟ يعني لازم يتم في برصيد الزبون، لازم يكون في عندي رصيد معين ما ينزل تحته، ونفترض 1000 دولار. يعني ما بصير انا انزل تحت هال1000 دولار، فانا بدي يعني هذا الكلاس تبعي هو نفس الكلاس الماضي، وانما حيتغير معي بس بعملية السحب. تمام، بعملية السحب انا هي تبعي بدي يساوي الشرط تبع انقاص الكمية لحتى ما يكون، حتى ما ينزل تحت المينيموم. خلينا نشرح شوي. اول شغلة تابع الانيشيالايز تبع ال يعني ليميتد بانك اكاونت، هي تعليمة الوراثة. اول شيء كلاس اسم التابع الابن، بعدين بين قوسين اسم التابع الاب، هيك بنحقق عملية الوراثة تبعنا. هلا نشوف تابع الانيشيالايز، بعتنا له سيلف ومينيموم. يعني انا لما انشئ حساب بالبنك فبدي ابعت له اول شغله، اول شيء بحط اسم المتغير اسم الحساب تبعي، بعدين ببعت له الرصيد اللي بده يكون عندي اياه مينيموم فيه،
يعني مثلا 1000 دولار، 500 دولار، طبعا ما بقدر اعدلها، بس بحطها وقت الانشاء، بعد الانشاء ما بقدر اعدلها. شو سوالي هون؟ خليت له بنك اكونت دوت انيشياليز وبعدت له سيلف. شو يعني هي التعليمة؟ هي التعليمة يعني عم اقول له، عم خبره انه عمل لي انيشياليز، استدعي لي تابع الانيشياليز من التابع الاب، وبعت لي السيلف كوسيط له. يعني بهي الحالة انا، هي شو الفكرة؟ مشان ما اكتب انا سيلف دوت بالانس يساوي الصفر، لا، بستعمل تابع الانيشياليز تبع التابع الاب. شايفين؟ ها هي استدعاء التابع الاب. نكتب اسم الكلاس الاب نقطة، بعدين اسم التابع اللي بدي اياه استدعيه بقلب التوابع، بعدين ببعت له الغرض تبعي. معناته هيك شو عمل لي؟ راح انشأ لي غرض من البنك اكاونت عن طريق تابع الانيشالايز. هو بالاصل هذا عم ينشأ غرض من التابع الابن، بس عم يستخدم الباني تبع الاب. بعدين بدي اضيف عملية عليه تاني، انه سيلف دوت مينيموم يساوي المينيموم اللي بعته. يعني هلا التابع الابن صار عنده اثنين اتريبيوت، اثنين متغيرات، متغير عم ياخده من التابع الاب اللي هو البالانس الرصيد، ومتغير عم ياخده من التابع الابن، من الصف الابن عفوا، من صف الاب عندي البالانس، ومن الصف الابن عندي المينيموم. هلا عملية الويثدرو شو حتكون عندي؟ سيلف واماونت. هلا بدي احقق الشرط، انا مثل ما حكينا انه ما بصير ينزل حساب الشخص هاد تحت حد معين، فقل له if self dot balance ناقص الاماونت اصغر من self dot minimum، يعني هيك تجاوز هو نزل رصيده تحت المينيموم اللي حاطين له اياه، فبيطبع له رساله انه ما فيك تسحب، والا نقصني self dot balance ناقص يساوي الاماونت. طبعا التوابع الماضيه نفسها تمت، الدب وزيد والاس تي ار تمت نفسها، فيني استخدمها انا من التابع الاب، فيني اوصلها من التابع الاب عادي، من عفوا من صف الاب، توابع صف الاب، ما يعني ما في عندي اي مشكله، بس انا غيرت الويذ درو لانه ما بدي اياه ينزل تحت حد معين، فعدت انا تعريف تابع الويذ درو لحتى يتماشى مع صف الابن اللي هو حساب المينيموم. طبعا خلينا نطبق هذا الكلام. هذا هو الكلام اللي حكيناه قبل شوي، هذا هو الكلاس الاب، هذا الكلاس الابن، نفس الحكي بالضبط. هلا نجي للتطبيق بقى. اول شيء انشأت غرض من التابع الاب، حطيت فيه 100 دولار، عمل لي برنت بي، فبيطبع لي هو البالانس تبعي. بعدين رحت عملت حساب ليميتد من التابع الابن. طبعا بهذا الانشاء هي شو استعمل لي؟ استعمل لي التابع من صف الابن. شايفين؟ تابع الانشاء لازم من صف الابن. ليش؟ لانه هاد عندي هو غرض من التابع الابن، البي واحد هو غرض من صف الابن، فبالتالي فبدي يستدعي لي التابع من الابن، فهي المينيموم حطيت 100. فهلا عرف لي انا حساب جديد البالانس فيه صفر والمينيموم فيه 100، حطيت اودعت فيه 150، فصار عندي ان البالانس تبع الغرض من الصف الابن بقلبه 150 بالانس. هلا بقول له ويذ درو 60، فحينزل عندي صارت قديش؟ 90، فلازم يطبع لي هون رساله انه انت ما فيك تسحب. البي واحد دوت ويذ درو 50 طبعا فيني. ليش؟ لانه صار عندي انا صار في عندي 150 ناقص 50 100، فما تجاوزت انا المينيموم تبعي. وبرنت بي واحد، هلا اذا ملاحظين انتو بتابع البرنت هون، راح استدعى التابع البرنت تبع الاب، لاني انا مالي معرف له اس تي ار بالصف الابن، فراح استدعى التابع من صف الاب تبع الاس تي ار تبعي هذا. خلينا ننفذ هذا الكود. شايفين؟ اول شيء مثل ما حكينا انشأ غرض من الصف الاب، حطيت فيه 100، طبعته، فقال لي انه في حسابك 100. هون انشأت من الصف الابن، حطيت فيه 150، بدي اسحب 60، قال لي سوري يو دونت هاف انف بالانس، ما في عندك رصيد كافي. فيني اسحب 50؟ ايه طبعا، سحب لي ال 50، صفى عندي بحسابي 100، برنت بي واحد، فطبع لي
البالانس يساوي 100. هلا في عندي فكرة، خليني ارجع اكد عليها. اذا انا غرض من الصف الابن، فيني استدعي فيه توابع من الصف الاب ومن الصف الابن. اذا كان هلا بحط اسم التابع، اذا كان موجود بالابن فبينفذ لي اياه من الابن، اذا مو موجود فبينفذ لي اياه من الاب. يعني مثل هون الويذ درو موجود عندي نفس الاسم بالضبط بالاب وبالابن، فلما استدعيته عن طريق التابع، عن طريق الغرض الابن، راح استدعى لي التابع اللي بالصف الابن، بينما تابع البرنت مو موجود بالصف الابن، ما في عندي اس تي ار، فبيروح بينفذ لي اياها من الصف الاب. هاي الفكرة لازم نركز عليها، لأنه بكرة وقت الشغل ويكون في عندي مشروع في أكثر من أكثر من صف، وفي عندي صفوف آباء وصفوف أبناء، فلازم أعرف أنا بكل استدعاء مين عم يستدعي بهذا الاستدعاء. فبدي أعرف أنا عندي الغرض من الصف الابن، إذا استدعيت تابع فبشوفه، إذا موجود عندي بالصف الابن بيستدعي لي، إذا مو موجود بروح بشوفه بالأب. عرفتوا كيف؟ يعني الأولوية عندي لما يكون في عندي غرض من الصف الابن، بشوف أول شيء هذا التابع، إذا موجود بالابن بينفذ لي إياه من الابن، أما إذا مو موجود بالابن بروح على الأب وبنفذ لي إياه. في شغلة حابب أحكيها، المفروض كنت أعطيها من الدروس الأوائل بس نسيتها، هي إنه كيف بدي أكتب كومنت بالكود عندي، يعني كيف بدي أكتب تعليقات يعني ما لها علاقة بالكود، بس مشان اعرف انا الكود اكواد تبعاتي. عندي طريقتين، يا اما بحط الرمز شار مربع وبكتب عندي يلي بدي اياه، مثلا this is the main class، شايفين؟ هي اول طريقة، انه بحط مربع بعدين الكلام اللي بدي اياه وما بيظهر بالكود، يعني بوقت التنفيذ ما بجيب لي سيرته. او الطريقة الثانية، طبعا هاد على طول على شو ما كتبت على نفس السطر فبيتم عندي كومنتات حتى ولو كان في سبيس اوت، تمام. بس اذا بدي اكتب انا الكومنت تبعي اكثر من سطر، فبحط ثلاث كوتيشنات ورا بعض، واحدة تنتين ثلاثة، شايفين؟ بكتب شو ما بدي، بس لخلص برجع بحط ثلاث كوتيشنات، شايفين؟ فانحصر عندي كل شيء كومنتات بينات هدول الكوتيشنات. هذا كل شيء لدرس اليوم، هذا ان شاء الله الدرس الاخير بدورة البايثون. بتمنى تكونوا استفدتوا من الدورة. اي سؤال انا موجود. طبعا الشروحات اللي بالفيديوهات هي عبارة عن شروحات كتير بسيطة. طبعا نحنا بالتدريبات حنعطي شغلات اكتر واتقل، بقلب المشاريع كمان حتكون امثلة اصعب لحتى تتدربوا منيح، وان شاء الله بنهاية الدورة حيكون في امتحان، لحتى امتحان الاجتياز هي الدورة. بتمنى تكونوا استفدتوا من هي الدورة، وإن شاء الله ملتقانا بالتدريبات حيكون في أمثلة كثيرة وعملية. شكرا لكم، السلام عليكم.